لشنت يعني نحن دخلنا بأكثر من 6 شهور على هذه نعم شهر السابع على هذه الحرب، أنه هل كانت تعلم حركات المقاومة من ضمن حركة حماس والجهاد الإسلامي أنه ستكون هذه الكلفة كلفة هذه الحرب وكلفة العملية؟ هل لو كانت تعلم هذه التكلفة أو هذا الرد يعني والشهية اللي للقتل من قبل الإسرائيليين كانت أقدمت على هكذا عملية؟ يعني نعم يعني الكثير اليوم بيقارنوا نعم هذه السرديه او نعم هذه هاي مغالطات نظرية. هذه مغالطات غير منطقيه، لانه المقاومه اليوم هي تمارس حقها في المقاومه بغض النظر عن ردات الفعل، بس بمعزل عن الحق الاسرائيلي استغل ما حدث. أوكي. وانت بتقديرك ردة الفعل المنطقي اليوم في ناس حتى اللي بيأيدوا يعني حق الفلسطينيين او الحق بالمقاومة ما بينكروا هذا الموضوع، لكن بيطلعوا بحطوا علامة استفهام بالموضوع الانساني والتكلفة العالية اللي قدمت، وحتى يعني اليوم تدمير غزة بالكامل. هذا من يسأل عنه؟ هذا بنسأل الادارة الامريكية كيف تسمح للعدو الاسرائيلي وكيف تتورط، هل هذا يحتاج ردة الفعل بهذا الحجم؟ ما قامت به المقاومة من حق بهذه العملية النوعية التاريخية المفصلية، هل كانت تستدعي استجرار هذه الحرب الإبادة وذبح الأطفال؟ يعني هذا شو بيبرره؟ إذا أنا نهضت لأقاوم المحتل، وهذا مش أنا، يعني هذه الشعوب العالم كلها لما تشرشل بتتدمر لندن عليه وبيوقف بوجه النازية يتفضلوا يحاكموا يقولوا له انت ايه جبت الدمار، يعني كان لازم تخلي هتلر ياخذ بريطانيا ويعني والثوره الفرنسيه وغيره. اليوم لما الشعب الفلسطيني بقاتل هذا حق منحته مش الشرائع الدينيه فقط ولا ينطلق من منطلق ايديولوجي فقط، في حقوق انسان بتشدقوا فيها، في مواثيق امم متحده كلها يعني تشرع لأي شعب وقع تحت الاحتلال أن يستخدم أي وسيلة ممكنة وحقه في تقرير مصيره ولطرد هذا المحتل. اليوم شعبنا من داخل فلسطين، غزة التي كانت تتعرض لهذا الحصار على مدار سنوات طويلة 17 عام. والقتل البطيء فرادة كنا نتعرض له، ويعني قتل الأسرى في السجون والاعتداء على مقدساتنا والتهويد والاستيطان والتخلي عن قضية فلسطين وعن كل الحقوق الفلسطينية، وكان مسار التطبيع رايح باتجاه يعني بقية القطب الأخير مع السعوديين، يعني كانت بآخر لحظة، والقضية الفلسطينية في الأدراج وما في دولة وما في وطن وما في حقوق للفلسطينيين وما في حق عودي. وهذا كيف يعني الفلسطيني عندما يقوم بعمل يعني بهذا الفعل يعني لإعادة استعادة حقوقه من أجل إعادة القضية الفلسطينية على الطاولة، ومن أجل أن يعني يستعيد حقوقه ويرفع الحصار ويستعيد أسراه، هذه قضايا محقة، ويوقف مشروع التهويد على القدس وعلى الأقصى كان معرض للهدم، الاعتداءات كل يوم المتواصلة. بعدين طب أنا بقول لك الخطاب سموتريتش قبل طوفان الأقصى بشهر بالضبط، لما قال وطرح مشروعه أنه ليس أمام الفلسطيني سوى الهجرة، أمامكم تطلعوا من الضفة أو السيف أو أن تقبلوا بمشروع التهويد. مشروع التهويد ما في حقوق، لا أنتم مجرد سكان وعمال داخل هذا الكيان. طب بالتالي هذا الخطاب وهذه العنصرية اللي كانت موجودة وما كانت تمارسه خاصة هذه الحكومة، طيب وين كان العالم؟ كان مبتلع ألسنته بيتفرج علينا. اليوم لما أمل فلسطين عمل هذا الطوفان وهذه العملية الغير مسبوقة، يعني هل هذا يستدعي انه حرب الإبادة بتكون المقاومة هي المسؤولة؟ يمكن هذا الإجرام حجم العملية الكبير وتحشيم صورة إسرائيل يعني طبعاً حصلت قديش أثرت صحيح. بالوجدان يعني الإسرائيلي وأثرت بها، يعني من أنجح العمليات المقاومة اللي بالتاريخ، يمكن بتاريخ المقاومة التي حصلت تقديري هذا الموضوع جعل الإسرائيلي، يعني في نظرية أخرى تقول أيضا أنه حتى حركات المقاومة لم تكن تتوقع هذا الانهيار السريع. شوف اللي أنا بتقديري مش الإسرائيلي فقط، أنا برجع بأكد على موضوع الأمريكي، الإدارة الأمريكية التي كانت تريد الخروج من المنطقة و باعتبار معتمدة على هذا الكيان أنه لديه قوة ردع كبيرة وعيونها على الصين وعلى أوكرانيا وعلى أماكن أخرى وجغرافيا سياسية جديدة عدا عن الشرق الأوسط باعتبارها مستقرة ونفوذها يعني والتحكم موجود وتدير تمسك بكل أوراق اللعبة، ومعتمدة على قوة ردع الإسرائيلي وعلى أنظمة التطبيع، وكانت بس بدأت تخلص مشروع التطبيع. لما تواجه هذه الضربة لإسرائيل، إيه صحيح الإسرائيلي يستشعر هذا الخطر الوجودي، أو نتنياهو بيقول، ما هو بيقول نحن في حرب وجودية، يعني مش اعتبر هذه العملية دق يعني مسمار في نعش إسرائيل، لكن الأمريكي اللي استشعر الخطر أكثر، لأنه هذا تهديد لوجوده في المنطقة مش فقط لإسرائيل،
لأنه عندما يمس بالردع الإسرائيلي هذا سيجرئ شعوب المنطقة على الانتفاض في وجه الإدارة الأمريكية ومصالحها في المنطقة. بدأ تفر المسبح أيضا إلى أمريكا. هذا جعل الأمريكي تهمت حركة حماس والجهاد وحركات المقاومة في فلسطين أنه أيضا كان هدف أحد